السلام عليكم. اليوم ثاني درس من دروس شات جي بي تي، واللي راح يكون اول درس عملي راح نتعرف فيه على الواجهه الرئيسيه، شو العناصر الموجوده فيها، كيف نقدر نتعامل معها، لشو موجوده بهذا الترتيب، وين الجزء اللي نقدر نكتب فيه، كيف نحكي عنه، كله راح نحكي عنه اليوم. بس عندي ملاحظه صغيره كثير، وكثير ناس سالوني عنها خاصه على السوشيال ميديا، بيسالوني كيف انزل تطبيق شات جي بي تي سواء كان على الاندرويد او على الاي او اس او على الكمبيوتر. شوف، لغاية هاي اللحظة ما في أي شيء اسمه شات جي بي تي أبليكيشن، يعني الشركة نفسها تقدر تفوت عن طريق الويب فقط، سواء في الموبايل أو عن طريق الكمبيوتر. بتفوت على المتصفح، تكتب أوبن إي آي، بتفوت على موقع الشركة، بتدخل على تراي شات جي بي تي. في برامج وتطبيقات لكن مش من نفس الشركة، يعني برامج أخرى دامجة شات جي بي تي من خلالها، تقدر تنزل أبليكيشن على موبايلك أو على الكمبيوتر من خلاله تفوت على شات جي بي تي. لكن الأساسي إنه لغاية الآن ما في ولا أي تطبيق من الشركة. إن شاء الله أكون جاوبتكم على السؤال، ما راح نطول عليكم، خلونا نبدأ بالعمل. مجرد ما دخلنا على موقع أوبن إي آي وفتحنا شات جي بي تي، بتظهر عنا هاي الواجهة اللي أمامنا. طبعا بالنسبة للأشخاص اللي بدهم يسجلوا الدخول جدا سهل، مجرد حط إيميل وباسورد، وإحنا شرحناها قبل هيك في فيديوهات، سواء للدول المسموح فيها أو حتى الدول المحظور فيها شات جي بي تي، كيف تقدر توصله وتستخدمه وتسجل دخول عليه. راح نحط لكم رابط الفيديوهات في الوصف تحت. أما الآن حتى نختصر وقت، خلينا نبدأ نحلل الواجهة الأمامنا. هنا عبارة عن جزئين، الجزء الأيسر تابات أو قوائم، والجزء الأيمن هو الجزء المهم اللي احنا بنتحاور فيه. لو بدأنا أول شيء من اليسار، زي ما احنا شايفين في على اليسار معطيني كل المواضيع اللي أنا فتحتها قبل هيك. لو مثلا فتت هون على موضوع بعطيني اياه، فتت هون على موضوع بعطيني شو المحادثة اللي كانت عندي، وهذا الامر بهمني كثير جدا، بحيث اني لما بدي ارجع لشغلة اكون عارفها، موضوع انا سكرته قبل هيك اجي ارجع افتحه. طب بنلاحظ كمان شغلة، وجيت انا هون مثلا يو شات، كتبت اي شيء مثلا فوائد شات جي بي تي، اعطاني الفوائد بشكل عام. انا حبيت افتح تاب جديد، نيجي من الاعلى بحط نيو شات، فتح عندي تاب جديد زي ما احنا شايفين. طيب احنا بدنا نرجع للقديم، هيو عنا هيك، انا مش عارف النيو شات، لذلك بروح على القلم عندي في الايمن زي ما احنا شايفين، بضغط عليه وبحط العنوان اللي بدي اياه، مثلا فوائد شات جي بي تي، بعمل انتر، هيك سيف لي اياه، وانا عملت فهرس وهيك صارت امور مرتبة. هذا الموضوع كثير كثير بفيدنا وبريحنا لقدام راح نحكي عنه. طب بدي احذف مثلا محادثة معينة، باجي بضغط عليها وفي عنا زي ما احنا شايفين زر ديليت، نضغط عليه، نعمل كمان مرة يس زي كونفيرم، هيك انحذف من عندي. بعدين تحت عندي زي ما احنا شايفين كلير كونفرزيشنز، هاي بقدر امسح منها كل المحادثات، طبعا مش خسارة، خلينا نمسحها مع بعض حتى نتعلم ونستفيد. لو عملنا كلير اعطاني كونفيرم، بضغط كمان مرة حتى أأكد، هيك مسح لي جميع المحادثات اللي موجودة عندي. طبعا اختفى الزر لانه ما في اي محادثات جديدة يرجع يعملها مسح. اما التاب اللي بعديه او القائمة اللي بعديه اللي هي upgrade to plus، في حال اني حبيت ارفع اشتراكي او اعلي للاشتراك المدفوع، مجرد ما ضغطنا عليها بعطيني خطة واحدة الموجودة عندهم. اول شيء عندنا الفري هاي اللي احنا عليها، بعدين عندنا $20 في الشهر اللي هي خطة مدفوعة بقدر من خلالها استفيد من ميزات شات جي بي تي 4، كله راح نحكي عنه بوقته، كل شيء بوقته حلو. بعدين عندنا هاي سيتنج ما كانت موجودة، اضافوها جديد، مجرد ما ادخل على سيتنج بعطيني هون ثلاث خيارات. اول شيء دارك مود زي ما احنا شايفين صارت عندي باللون الغامق، نرجع نرجعها زي ما كانت. بعدين عندي اكسبورت داتا، هاي في حال انا حبيت احفظ الداتا كلها اللي عندي، احفظها على ايميلي او مكان معين، بقدر احتفظ بجميع الداتا، محادثات، الأرقام، الإيميل تبعي. لو ضغطنا عليها بعطيني تنبيه إنه كل بيانات تاعت الموقع تبعي أو الإيميل تبعي المسجل فيه مع المحادثات مع كل شيء راح يرسل للإيميل تبعك، تعمل له كونفيرم حتى يبعث لك إياه إيميلك أو تعمل كانسل. وعندنا آخر خيار في القائمة اللي هو ديليت أكاونت، في حال أنت حبيت إنك تحذف أكاونتك أو تسجل بأكاونت جديد، أو الأكاونت القديم ضاع منك حاب تعمل واحد جديد عندهم، تعمل ديليت أكاونت وكونفيرم، هيك بمسح لك الأكاونت تبعك نهائيا.
يعني حتى لما تيجي تدخل بعدين تضطر انك تسجل كأنك اول مرة، تعمل تسجيل، تحط ايميلك وباسورد، تفتح اكاونت جديد عنده. وعندنا هون طبعا جيت هيلب ولوج اوت، هاي شارحات حال من حال وما بدهم شرح، بس بهمني كثير لوج اوت تسجيل الخروج، وخاصة ومهم جدا اذا كان جهاز مش لك، اذا انت كنت شغال على جهاز مش جهازك او جهازك بس في حدا غيرك بيستخدمه، دائما يفضل لما اخلص اعمل لوج اوت او تسجيل خروج حتى يطلع منه وما يظل البيانات كلها عندي ظاهرة لأي شخص آخر. ونيجي الآن لأهم جزء من البرنامج اللي هو الجزء الأيمن اللي مكتوب فيه مربع الحوار. أول شيء هون بقدر أكتب أنا أي سؤال، أي فقرة، أي نص حتى أتحاور فيه مع تشات جي بي تي، بكتب هذا المكان، وفي المكان في الأعلى راح يجاوب علينا. زي ما احنا ملاحظين مخصصين له مكان كثير كبير للإجابة، كمان شوية راح نعرف ليش هذا المكان كله للإجابة. طبعا كنا لسه بأول محاورة إلنا أو أول دردشة، زي ما احنا شايفين معطينا هنا بعض النوتس أو ملاحظات، معطينا examples شو بقدر أسأله، capabilities شو الإمكانيات اللي عنده أو شو القابلية اللي عنده، وآخر شيء وأهم شيء limitations، معطينا حدود لأنه ممكن يكون في عنا بعض الردود خطأ، ممكن يكون في أمور سيئة لكن راح نحاول نتجنبها. أهم ملاحظة عندنا تحت زي ما احنا شايفين بعطينا انه محدود لغاية 2021 فقط، يعني اي سؤال قبل 2021 راح يجاوبنا عليه، بعد 21 مش راح يجاوبنا عليه. كمان شوي راح نعرف ليش، راح نعرف السبب، نخليه هو يشرح لنا ليش. بس نقطة مهمة جدا، هاي مش الي ولا الكم، هاي الملاحظة لناس غيرنا، لانه احنا لقدام ان شاء الله راح نعرف كيف نضيف له اضافة نربطه عن طريق الانترنت ونخليه يجيب لنا حتى الأحداث اللي ب 27 إن شاء الله، فراح نعمله أونلاين ويجيب لنا إجابات بعد 21، يعني بعد ما انشأوه ونزلوه على الأسواق. خلونا نبدأ بأول مثال إلنا، واللي هو راح نسأله عن حدث بعد 21 عشان نعرف شو بعطينا حاليا إجابة. لو حكينا له مثلا من فاز بكأس العالم عام 2022 سنت، زي ما احنا شايفين على طول اعطانا لم يتم بعد اجراء كأس العالم 2022، وهذا بدل انه فعليا اي شيء بعد 21 ما بعطينا اياه. بس لو لاحظنا انه بعطينا مقرر اقامتها في قطر واعطانا بيانات كثير عنها، معناها انه هاي البيانات كانت عنده ومخزنة عنده موجودة، لكن بعد ما أطلقوه خلص ما صار فيه له أي تحديث. زي ما حكينا لقدام راح نعرف كيف ندخل له التحديثات ونخليه يعطينا إجابات، لكن الآن حتى نتأكد من صحة كلامهم هل إنه فعليا لواحد وعشرين ولا حتى لو شغلات قبل ما بعطينا، خلينا نسأل هالسؤال ونشوف. لو سألناه من فاز بكأس العالم 2018 إرسال، زي ما احنا شايفين على طول أعطاني إنه اللي فاز هو المنتخب الفرنسي، وطبعا أعطانا وين أقيمت، أقيمت في روسيا، راح يعطينا كثير شغلات عنها، معلومات النتيجة، وأعطانا يعني فعلا معلومات روعة بعطينا، ما بعطيك والله معلومة مختصرة أو خلص حفظ، بعطيك الإشي اللي أنت طلبته من فاز، فاز المنتخب الفرنسي، لا بعطينا معلومات كاملة منسقة مرتبة باللغة العربية، ما بعطيك أي أخطاء نهائيا. وهيك بنكون تعرفنا على الواجهة الرئيسية للبرنامج، وعرفنا العناصر فيها بكل عنصر كيف نستخدمه، وعرفنا كمان كيف حتى نتحاور معاه شو نكتب له أسئلة. والمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نتعمق أكثر، وراح نعرف شو بنقدر نبعث له، يعني مثلا شو المجالات اللي ممكن يساعدني فيها، وكيف ممكن نسأله عنها، وشو الإجابة اللي ممكن يعطيني إياها. فلا تنسوا تتابعونا ونشوفكم إن شاء الله المحاضرة القادمة.